كيف يعرف أن العلاقة بينه وبين الشيخ في الإيجاد انقطعت؟ إنه خلاص كده ما بياخدش من الشيخ. أنه لا يشعر بالديمومة. يعني لو أن مريدا كان مع شيخ فأعطاه الأذكار، انقطع عنها ثم رجع إليها، ثم انقطع عنها ثم رجع إليها، ثم دام. الديمومة هذه علامة الصحة، لكنه دائما مش عارف يكمل حاجة مع هذا الشيخ، يبقى مش رزق عنده. هذا لا يعني أن الشيخ خطأ أو ناقص أو لا، معناه أنه لم يتواءم، ما جابش المحطة بتاعته، ولذلك مش هنسمع حاجة. فقد يكون الشيخ يعني رزقه مش عنده، ودام رزقه مش عنده ينتقل إلى طريقة الأخرى، لأن لما جرب الأذكار جربها فلم تنتج معه، ما إنتاجها الاستمرار والديمومة، هذه علامة العلامة الوحيدة. العلامة الوحيدة هي في علامات أخرى بعدها ولكنها ليست الأساسية، الاستمرار هي الأساسية. علامات مثل الاستحضار، يستحضر دايما، مثل الترقي، دايما بيشوف فيه ترقي معاه، مثل الإشراقات، تكثر عليه الإشراقات وهو أيوة ده كده يبقى ماشي ماشي في الطريق، لكن الأساس هو الديمومة. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.